في مباراة تفوق فيها بيب جوارديولا بشكل واضح على توماس توخيل، قدر مانشستر سيتي يخطف فوز مهم خارج ملعبه أمام تشيلسي في الستانفورد بريدج، مباراة شهدت أفكار تكتيكية مميزة تليق باسم المدربين الاثنين. بقيادة مديره الفني بيب جوارديولا بدأ مانشستر سيتي المباراة بأربعة 4-3-3. الناحية الثانية بدأ تشيلسي بقيادة توماس توخيل المباراة 3-5-2. سيتي بدأ المباراة بالضغط بكتلة عالية بأربعة 4-2-3-1، وكان هدفهم إجبار تشيلسي على التمرير الطويل. بيب استخدم أسلوب الضغط بتحريك الكتلة بشكل أفقي، فكان فودن بيضغط على كريستينسن، كريليتش مستعد للضغط على أسبيليكويتا، في حين إن دي بروين بيراقب كانتي وخيسوس بيراقب جورجينو، مع تغطية برناردو ورودري للمساحات المركزية في العمق. وفي حالة وصول الكرة لجيمس كان بيصعد فورا كانسيلو لحصاره هناك، وبالتالي تشيلسي ما كانش بيلاقي حل غير إرسال الكرات الطويلة واللي كان قادر دفاع سيتي على التعامل معاها. فكان لابورتي بينزل مع لوكاكو في الوقت اللي بيجري فيه دياز مع فيرنر، مع ضمانهم وجود ووكر ورودري. أما تشيلسي فكان بيستخدم كتلة متوسطة ضيقة جدا أثناء الضغط بخمسة 5-3-2، وكان هدفهم منع مسارات التمرير العمودية في المناطق المركزية وإجبار سيتي وتوجيهه نحو الأطراف. فكان لوكاكو وفيرنر بيقفوا على بعد مسافة صغيرة عشان يتأكدوا من قفل مسار التمرير نحو رودري، مع وجود مثلث مألوف في نص الملعب راسل جورجينو وقاعدته كانتي وكوفازيتش. بمجرد ما الكرة تروح على الطرف بيبدأ كانتي وكوفازيتش يروحوا هناك عشان يضغطوا على كانسيلو ووكر. بيب استفاد كتير من فكرة نونو سانتو أمام تشيلسي، فكان بيبحث دايما على المساحات ورا روديجير وكريستينسن وقبلها صاحب جورجينو من تمركزه، فطلب من كانسيلو ووكر بصناعة اللعب من مناطق متأخرة وعدم صعودهم إلا في حالات نادرة. فكان دايما فودن بيسقط للنص عشان يستلم تمريرة كانسيلو ويسحب كريستينسن. كريليتش بيروح لخط التماس عشان يسحب أسبيليكويتا في الوقت اللي بيجري فيه دي بروين في المساحة الفاضية بعد ما خرج جورجينو بره تمركزه. لو ما قدرش فودن يمرر من لمسة واحدة لدي بروين فكان بيروح لخيار التمرير الثاني رودري، وعندها بيضطر كوفازيتش يروح ويضغط عليه ويسيب برناردو في العمق علشان الفريق يروح فورا للجهة العكسية ويخلق موقف 3-2 مع سعود ووكر. توخيل كان بيطلب من الوينج باكس انها تصعد لمناطق متقدمة اكتر في المرحلة الاولى اللي بين اللعب، علشان كده كان بيسقط كوفازيتش وكانتي في احيان كتير على الطرف، ووقتها بيكون برناردو ودي بروين مستعدين للضغط عليهم، ومع وعي جريليتش وخيسوس الكبير بكيفية الضغط وغلق مسارات التمرير الخلفية كان بيقدر سيتي ياخد الكرة في مناطق تشيلسي. اللحظات اللي قدر فيها تشيلسي يخرج بكرة ويحافظ عليها هي اللحظات اللي كان بيقدر فيها جورجينيو يصنع الفارق، سواء عن طريق تحركه من غير كرة وسحب لاعب وتفريغ مسار تمرير عرضي، او استلامه للكرة تحت ضغط والتمرير العرضي لواحد من قلوب الدفاع واللي بيكون غير مراقب من لاعب سيتي. وبالتبعية برضو فهي اللحظات اللي كان دايما بتشكل خطورة على سيتي اللي كان بيضغط وقتها بكتلة متوسطة، ومع صعود واحد من الظاهرين للضغط على الوينج باك تشيلسي اللي بيكون شكله في الحالة الهجومية 3-2-5، فده كان معناه ان سيتي هيكون في مواقف 5-4. لكن اللي حصل ان لعيبة تشيلسي كانت قراراتها سيئة جدا في نهاية التلت التاني والاخير، فاما كانوا بيتأخروا في التمريرة او بيمرروا تمريرات قصيرة ساذجة. ضغط تشيلسي بخمسة 5-3-2 كان معناه ان لوكاكو وفيرنر يضغطوا على لابورتي ودياس بعد ما يقفلوا في البداية مسار التمرير على رودري، لكن رغم كده فضغط لوكاكو على لابورت ما منعش الاخير من استخدام وضعية جسده بشكل ممتاز كالعادة، واللي كان بيقدر بيها يخدع جورجينو، بالتالي كان بيقدر يلاقي فودن في العمق بتمريرات دقيقة، وبعدها يتحول شكل سيتي ل 2-3-2-3 في المرحلة الثانية لبناء اللعب، علشان بعد كده يضطر كانتي في احيان كتير انه يروح ويضغط بنفسه على لابورت، وبالتالي كان بيسيب كانسيلو خالي تماما على الطرف، وقتها بيضطر لاعب من تشيلسي يسيب مراقبه ويضغط على كانسيلو، الامر اللي خلى سيتي يخلق مواقف خطيرة من الناحية الشمال. بيب كان مستعد تماما للتعامل مع تحولات تشيلسي عن طريق استخدام خمس لعيبة قدام الكورة وخمس لاعبين تحت الكورة، فمع التزام الأظهرة وعدم صعودها كان لازم واحد من رودري أو برناردو يكون متواجد في الحالات الانتقالية. بين الشوطين توخيل عمل تعديل بسيط بتعديل أماكن لوكاكو وفيرنر علشان يكون فيرنر قريب أكتر من مكان صناعة سيتي لخطورته، فأثناء دفاع تشيلسي بكتلة متوسطة كان بينزل أكتر للوسط عشان يكون قريب من فودن ويعمل تكافؤ عددي هناك، وبالتالي كان بيقدر كانتي يسيب مكانه ويروح يضغط على كانسيلو، وفي نفس الوقت ما يضطر جورجينو يخرج من تمركزه علشان يرد عليه بيب ويطلب من برناردو انه يتحرك دايما من خط التماس للنص علشان يسحب معاه كوفازيتش ويخلي الونسو يصعد للضغط على ووكر، وعندها بيلعب ادرسون او قلوب الدفاع تمريرات طويله ناحيه خيسوس على الطرف او في التلت التاني ناحيه فودي علشان يتجنبوا الدخول في صراعات هوائيه مع ثلاثي تشيلسي الدفاعي. ولما يتخطوا المرحله الاولى من بناء اللعب يبدا ووكر يصعد اكتر عشان يعمل زياده عدديه على الطرف، ومع سقوط فودن كالعاده كانوا بيقدروا يخرجوا جورجينو بره تمركزه، وبالتالي بيضطر كانتي يتحرك ويسيب الجهه الشمال خاليه قدر جريليتش وكانسيلو يستغلوها.
بعد 4 شهور من مواجهتهم في نهائي دوري أبطال أوروبا وبعد الخسارة أمامهم في آخر 3 مواجهات، قدر مانشستر سيتي أخيرا ينتصر على تشيلسي علشان يلحق بالبلوز أول خسارة ليهم خلال الموسم الحالي.